انت سيبي دي وصلني سيبي دي بسم الاستراكشر الله من الرحمن الرياضي فاضي بقى. عادي. ها شنو؟ اقول لك فيديو يسجل بس ما ادري وين راح ينحفظ الفيديو اصلا. شوف منتظر بعدين. يلا والمحاضرة ظل دور علي. يلا شباب، ستراكشر اوف فيرتبرا له عرض واضح مو؟ العرض واضح 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 واضح، كمل. ماشي. structure of vertebra is the part، عندك ال vertebral body هو part of the vertebra that transfers the weight على طول عفوا along the axis of the vertebral column. The body of adjacent vertebra are interconnected connected by ligament تمام و separated بمن بالانترفيرتبرال ديسك اللي هو هذا انفصلا عن طريقه. ف structure of the vertebra عندنا اخذنا الفيرتبرال بودي ناخذ الفيرتبرال ارش اللي هو هذا تمام، هذا الفيرتبرال ارش. الفيرتبرال ارش يكون منين؟ من posterior margin of the eight vertebral foramen. عندك هاي هنا أنا بالنص الصفحة الفورتبرال فورامين واقع ما بين البودي اوف ذا فيرتبرال ارش اوف ذا فيرتبرال ارش. يتكون من تو بيديكلز و تو لامينين. شنو البيديكل وشنو اللامينين؟ عندك ذني تو بيديكلز تمام، هذني تو بيديكلز اللي هن البروزات تمام، وعندك ذني تو لامينين، تو لامينين هذني اللامينين جزء منين؟ من الفيرتبرال ارش. وعندك هذا السباين من الفيرتبرال ارش اللي هو بروجكت تو ذا بوينت تو فيوجن بتوين تو لامينه. انت مو عندك هاي اللامينه تمام وهاي اللامينه، هذا من تو لامينه مو تو لامينه اتحدن سوى لك شنو السباين، سوى لك السباين تمام، هاي لامينه وهاي لامينه اتحدن شوفن اتحدن سوى لك الاسبان هالشكل هذا تمام واضحه. فهو الاسبان بروجكت فيوجن بين تو لامينين. وعندك الترانسفيرس بروسس، عندك هذا الترانسفيرس بروسس بروجكت هذا الترانسفيرس بروسس هذا شوفوه. هسه احنا هذا التو لامينين تحدد نطن شنو؟ نطن الاسبان تمام. انت عندك هنا هاي البيديكلز، هاي شوفوا هاي البيديكلز وهاي اللامنه، هاي البيديكلز وهاي اللامنه تهدى نطني بروسس بروز من هنا اسمه ترانسفيرس بروسس، اسمه ترانسفيرس بروسس. هسه نعيد عليها، البودي عندك هذا عندك تو بيديكل وتو لامني تمام، عندك التو لامني تهدى نطنك السباين سباينس بروسس اسمي، وعندك البيديكل واللامني ابتدى نطنك ترانسفيرس بروسس واضح؟ فيرتبرا فورم هنا اوف ذا سكسيف فيرتبرا فورم. ها حبيبي تفضل تفضل اسمعك. طلاب يقول المؤسس يشرح كارديو. اي هو احنا جاء مقدمه للكارديو، احنا مقدمة للكارديو شباب اللي يعني وين هو؟ السلام عليكم. هاي عبارة عن فهمت فهمت. introduction علما للاناتومي للثوراسيك اناتومي. يعني انا هسه جاي اشرح لك الحدود الباوندريز اوف ذا ثوراسيك. مثلا هسه هنا شرحنا، انتم لا تلاحظون شرحنا هنا الثوراسيك كيج شنو بي انتيرير شنو بي لاترال شنو بي. حتى من اقول لك اجيك واقول لك يابا القلب يوقع بالسكند كوستال كارتلج، او مثلا اقول لك ما بين الاسترنال انجل اقدر اني احدد الاورتيك اريا والبلمونري اريا تمام. انا مو اجيك قبل واقول لك يابا هنا تلقى الاورتيك اريا، هنا تلقى البلمونري اريا، هنا ما اعرف شنو ما بين الضلعين الكاذب والحقيقي وهاي السوالف.
كل شيء انا لازم اعرفك بالبدايه، ما اجي قبل يعني اشفتك تمام. فتحملوني بس هاي، هسه احنا جاي هسه هاي الفيرتبرا احنا صح ماخذيها بالاناتومي، لكن انا جاي اخذ لك اياها لان هاي البوستيريا عباره عن البوستيريور وول للثوراسيك كيج. واضحه؟ اتمنى تكون واضحه. وضحت الفكره عندكم؟ مو حسون سمعوني؟ واضح واضح كنا ماشي. احنا هذا هدفنا، يعني ما اريد شلون شغل مو تعبان. اي نسمع كمل مثلا. اي عندك ستراكشر اوف ذا فيرتبرا، اخذنا الفيرتبرال بودي واخذنا الفيرتبرال ارش تمام. اخذنا هسه راح ناخذ الارتيكولار بروسس، ناخذ الارتيكولار بروسس يعني الارتيكوليشن ما بين فيرتبرا والثاني. عندك ذي ارايز يقول لك ما بين جنكشن مال البتوين البيديكلز واللامينين تمام. هنا عندك مثلا هذا شوفه، هذا الانفيرير، هذا عباره عن انفيرير ارتيكولار بروسس، عباره عن انفيرير ارتيكولار بروسس ناتج عن التقاء البيديكلز واللامينين، ناتج عن التقاء البيديكلز واللامينين سواء كان سوبيري عفوا الانفيريور، ناتج عن التقاء البيديكلز وشنو اللامينين. واضح؟ سوالي شنو ارتيكولار بروسس. عندي تو سوبيريور وعندي تو انفيريور، يعني مثل هذا عندي واحد من هنا وواحد من هنا من جهه الانفيريور يعني بذيك الصفحه، وايضا نفس السوبيريور اللي هنا هذا سوبيريور سيرفيس سوبيريور ارتيكولار بروسس حتى تجي الفيرتبرا وتقعد عليه تسوي ارتيكوليشن وياه تمام. فهذا ناتج منين؟ ناتج ما بين التقاء الفيزيكلز واللامينين. واضح؟ The superior articular process articulate with the inferior articular process. يعني هذا superior شوفه يجي يتمفصل وياه من فوق inferior. واضح؟ هذا superior يجي فوق inferior وفوق الانفيرير يجي superior. وضحت الفكرة؟ The superior articular articulate with the inferior articular process of the above vertebra and vice versa. عند سو ايج فيرتبرا ها 7 بروسس، هسه كم بروسس عندي؟ عندي 2 ترانسفيرس بروسس تمام؟ 2 سوبيريور ارتيكولار بروسس و 2 انفيرير. تسلمين يا شمس السنين. 360 سكرت 360 والله خوش عليك. جود امي ينزل السكر مالتها. او عادي بفقط ياسين شنو؟ والله صديق انت من وراك هسه انت لو بيدك تفتح المايك. اي بالعباس بيد افتح المايك. يلا يلا بعدين. فتو ترانسفيرس بروسس تو سوبيريور صار عندنا وتو انفيرير ارتيكولار بروسس والسنجل سباين. عندي هسه سنجل سباين بروسس اللي هو هذا شوفوا هسه عندي ذن اثنين بكل فيرتبرا، هذن اثنين ترانسفيرس تمام واثنين هذا سوبيريور وهذا سوبيريور تمام سوبيريور ارتيكولار بروسس تمام. وجوا اللي هو هذا جوا شوفه هنا انفيرير ارتيكولار بروسس وهناك انفيرير ارتيكولار بروسس صار عندي سته وهذا السباينوس بروسس. واضحه؟ هنا شوفوا ذن مقدمه يعني الانتركوستال مصل، الانتركوستال مصل عندك اكسترنال انتركوستال مصل صح. هذا مثلا كلام جديد عليكم بس والله يفيدكم، يعني من راح ناخذ الاناتومي اوف ذا كارديو يعني شلون نقول سالفه المصري تتكيف. فالاكسترنال انتركوستال مصل عباره عن فايبر ار دايركت داونورد اند فورورد. هذن عضلات ما بين الاضلاع، تصير ما بين الاضلاع
عندك اكسترنال وعندك انترنال. الاكسترنال الاكسترنال جايات بشكل داونورد اند فورورد، يعني شلون انت من تحط ايدك بجيبك فهذا اتجاه، واضح؟ فهذا اتجاه تمام ما بين الاضلاع، شوفوهن شلون جايات داونورد اند فورورد. وعندك هنا الانتر كوستال مسل اللي جوه، الانتر كوستال مسل الانترنال انتر كوستال. هسه اخذنا الاكسترنال وهذا شنو الانترنال، هذا عكسه، هذا داونورد لكن شنو باكورد، يعني اللي قدام. يعني شلون تحط ايديك بجيب وينك تجيب لي ورا؟ المهم اذا مثلا عندك جيب لي ورا تحط ايديك بالجيب الورا هيك تمام. هذني العضلات يساعدني، وعندك الانترنال هسه اخذناها الانترنال داونورد اند باكورد. هذن العضلات ما بين الاضلاع يصيرن تمام، ويساعدنك وين؟ اكو احد يقول لي ساعدني بيمن بعد؟ ساعدتني بشغله مهمه، اكو واحد يقدر يقول لي بشيء كثير يمكن؟ عافيه، شو اسمه، يساعدني بعمليه التنفس اللي هن العضلات المساعده تمام؟ هذا اللي انتركوستال مصر. هذا أخذناه، هذا أخذناه، هذا أخذناه، هذا أخذناه، هذا بالرسبيراتوري إن شاء الله، هذا بالرسبيراتوري. نجي المن إلى منطقة الميديا ستاينوم. منطقة الميديا ستاينوم، منطقة الميديا ستاينوم اللي هي هاي المنطقة اللي تشوفوها قدامكم، هاي منطقة الميديا ستاينوم عبارة عن سنترال partial which separate the two lateral place lung، يعني تفصل ما بين اللنج. هاي شوف الخضره، هاي يصيح لها منطقه الميديا ستاينوم، هاي تحتوي على القيل، تحتوي على الاوسوفيجاس تراكيا، تحتوي على معظم مثلا الثايموس جلاند. هسه راح نجيها ونشرحها بالتفصيل. هو the central portion which separate the two lung، يعني اثنين تو لانج with their pleural cavity. بالبلورال كافيتي تفصل التو لانج عن بعضها، واضح؟ تو لانج عن بعضها. الاكستنشن، الاكستنشن انترو بوستيرا فروم ذا ستيرنوم تو ذا بودي اوف ذا ثوراسيك فيرتبرا، يعني الامتداد مالتها، الامتداد من جهه الانتيريور الى جهه البوستيرير، من الاسترنم تمام، من الاسترنم to the body of the thoracic vertebra، يعني لمنطقة الثوراسيك vertebra، منطقة الثوراسيك vertebra من جهة البوستيريا، واضح؟ وعدك بشكل vertical from thoracic inlet to the diaphragm، يعني تمتد من جهة الأعلى. هسه احنا بشكل شنو؟ انتروبوستيريا بشكل عرضي transverse، اما هذا بشكل فيرتيكال عمودي، فتمتد من الثوراسيك انلت اللي هو هذا مدخل الثوراكس اسميه ثوراسيك انلت، الى شنو؟ منطقه الدايفرام، الى الدايفرام. هنا أنا موجود عندك الدايفرام، هاي منطقه الميديا ستاينوم، هاي حدودها، واضح؟ اصيح لها منطقه الميديا ستاينوم. هنا عندك الديفيشن شباب، احد عنده مشكله باللي حكيناه من ساعه؟ انا نسيت اسالكم، اكتبوا لي بالتعليقات. ياسين ممكن تعيد الباوندريز مال الميديا ستاينوم؟ هسه بس اكو احد عنده مشكله باللي حكيناه بهيك الملزمه شباب؟ سؤال، استفسار، بس صبركم علي ولحد يعني شوية نفس طويل على ما نوصل النتيجة. ماكو سؤال إن شاء الله. الميديا ستاينوم، منطقة الميديا ستاينوم هي تقع ما بين سنترال، عبارة عن سنترال بارشن سبريت تو لانج. شوفها هسه، لني اثنين تو لانج،
يفصل التو لانج عن من عن بعضهم. تو لانج تمام، ضمن من ضمن البلورال كافيتي. امتدادها وين؟ يعني الحدود مالتها وين امتدادها؟ من الانترو بوستيريور، يعني من جهه الانتيرير الى جهه البوستيرير، يعني من الاسترنم المن للثوراسك فيرتبرا. شكل شنو ترانسفيرس، يعني هذا عرضها تمام، من البوستيرير المن للثوراسك فيرتبرا. ومن جهه الفيرتيكال، يعني بشكل فيرتيكال بشكل عمودي، فتمتد من الثوراسك ابيتشر اللي هي سهله، الثوراسك ابيتشر يعني ثوراسك اللنت تمام، هاي الثوراسك اللنت، الى شنو؟ الى منطقه الدايفرام، الى حدود الدايفرام اللي هي هاي. فبالعرض بالعرض تمتد من هنا، من استرنال انجل المن للثوراسك فيرتبرا، هذا عرضها تمام، هذا عرضها. اما طولها، طولها فمن الثوراسك اللنت تمام، من الثوراسك اللنت المن الى الدايفرام. واضح؟ هسه راح نجي نفسرها بشكل واسع. ها الديفيجن، ركزوا هنا وعرفوا شلون ديفيجن، لان هذا موضوع مهم وراح يفيدني جدا باللي راح احكي هنا. الديفيجن، الديفيجن هذا شنو عندك؟ هذا شنو عندك؟ هذا ايش قلنا عليه؟ مو ايش قلنا عليه؟ قلنا عليه external angle، اللي هو junction ما بين البادي وما بين المانوبريوم او ذا external. واضح؟ هذا junction اللي تقدر انت تتلمس بصدرك، تمام؟ هاي junction، هاي junction بينها، بينها وبين التي 4 اللي هو الفيرتبرا الرابعه، ثوراسك فيرتبرا الرابعه، اجر خط تخيلي. واضح؟ ما بين الاسترنال انجل وما بين الثوراسك الرابعه اجر خط تخيلي، ايماجينري لاين. اقسم شنو الميدياستاين؟ باي ايماجينري لاين باسنج بتوين الاسترنال انجل واللور بوردر اوف ذا تي 4 فيرتبرا. Mediastinum is divided into. أنا من خلية imaginary line ما بين the external angle وما بين the T4 وما بين the T4 قسمت the mediastinum المن إلى superior mediastinum وإلى شنو؟ inferior mediastinum، إلى superior mediastinum وإلى inferior mediastinum. واضح؟ الinferior ميدياستاينم، أسان سوبيرا ميدياستاينم عدي قسمتها، الفيرا ميدياستاينم أيضا راح تتقسم، أيضا راح تقسم. منو اللي راح يقسمها؟ وجود الهارت، وجود الهارت هنا، وجود الهارت هنا راح يجبرني أقسم الفيرا ميدياستاينم المن إلى أجزاء أخرى، تمام، إلى أجزاء أخرى. Which is further subdivided by presence of the heart within its pericardium into. أنا موجود عندي هنا الهارت، تمام؟ فقسمت ال inferior mediastinum إلى anterior mediastinum، تمام؟ وإلى posterior mediastinum وإلى middle mediastinum. وجود الهارت قسم للميدياستاينم الى انتيريور والى بوستيريور والى ميدل، تمام. هسه الميدياستاينم جريت خط ايماجينري لاين ما بين الاسترنال انجل وما بين اللور بوردر اوف ذا تي 4، واضح، قسمتها سوبيريور وقسمتها انفيريور. الانفيريور موجود بها الهارت، لذلك جبرني قال لي انت لازم تقسمني، قسمته الى anterior و posterior و middle. واضح؟ و middle. اعتقد واضح. السوبيريور ميدياستاينم، سوبيريور ميدياستاينم اللي فوق قسمناها بالايماجينري لاين. هنا السوبيريور ميدياستاينم، السوبيريور ميدياستاينم هاي تشوفوها قدامكم. هاي شوفوها،
هاي السوبيريور ميديا استاينا، وهاي اللي جوه هاي كلها تقريبا منها اي، هاي كلها انفيرير ميديا استاينا. هاي الانفيرير ميديا استاينا مقسمتها الى انتيرير هاي والى بوستيرير، تمام؟ وهاي هنا شنو عندك؟ ميدل. واضحه؟ صح الرسم تعبان مالتي بس اعتقد وضحت عندكم. هنا الباوندريز اوف ذا ميديا ستانم، يعني شو تشوف انت عندك بالرسمه؟ يعني الباوندريز مبينه مالتها البادي او المانوبليوم اوف ذا ستيرنم، تمام؟ من جهه الانتيريور ومن جهه السوبيريور على الرسمه ما اطلع بين، ومن جهه السوبيريور عندك الضلع الاول، ومن جهه البوستيرا عندك الفيرتبرا الثورازيك فيرتبرا الثانيه تقريبا او الاولى او اللور بوردر اوف ذا فيرتبرا او الثورازيك الاولى الثانيه والثالثه عندك والرابعه، تمام؟ من جهه شنو؟ البوستيريا. فعندك الانتيرير مانوبريوم ستيرناي والبوست السوبيريور الضلع الاول وبوستيرير اللي هن ثلاث فقرات الثوراسك. هذا اريدك تعرفه هيك كلام يعني على الصوره بس، تمام؟ عندك شنو تحتوي؟ تحتوي from the superficial to deep. انا راح افتح هاي الميديا ستاينم السوبيريور ميديا ستاينم، تمام؟ وافتحها من الخارج المن الى الداخل، اشيل جلد، اشيل سوبرفيشال فاشيا، اشيل ديب فاشيا، اشيل الى اخره، وارجع اشيلها بالكونتنت من الخارج المن للداخل. هنا عندك الباك اوف مانوبريوم ستيرناي، هنا من سوبرفيشال المن تو ديب، يعني من الخارج للداخل. القى الباك اوف ذا مانوبريوم ستيرناي يقول لك with its attached to muscle والرمننت اوف ذا thymus gland occupying superior and middle mediastinum. انا عندي هنا شنو؟ المانوبريوم، تمام؟ عندي المانوبريوم وعندي جوا الثايموس شنو؟ gland، تمام؟ هاي عندك شويه من الثايموس gland اللي راح ناخذها بالاميونتي، فهاي من superficial to deep. هنا عندك هاي اريدك تطلع عليها اطلاع، يعني ما راح يجيبوا لك هيك، بس انا اريد اعرفك، اريد انور الطريق اللي راح نمشي عليه. الكونتين فروم سوبرفيشال تو ديب وتحتوي على اليمن على الفينز، تمام؟ الرايت اند ليفت بريكو كيفاليك فين، خوش، اليونيت تو فورم سوبيريور فينا كيفا. انت عندك هذا السوبيريور فينا كيفا، تمام؟ هذا سوبيريور فينا كيفا، تمام؟ والسوبيريور فينا كيفا هنا، هذا شوف السوبيريور فينا كيفا راح يتعد عندك بريكو كيفاليك فين اللي يكون لي اياه، بريكو كيفاليك فين الايمن والبريكو كيفاليك فين الايسر، يكون لي شنو؟ السوبيريور فينا كيفا، تمام؟ which open into right atrium to the heart، واللي يفتح بيمن بالرايت اتريوم، راح نجيها بالتفصيل هذا الحكي. فانا اريد اعرفك بالكونتنت. هنا عندك الارتري موجود ايضا الارش اوف ذا اورتا اللي هو هذا عكازه الشايب، ارش اوف ذا اورتا موجود عندك، والبرانشات مالته اللي هو سبك ليبيا ريتو كيفاليك ليفت كومن كاروتيد الى اخره، راح نجي. عندك هنا التيوبس، تمام؟ موجود ايضا التيوبس اللي هو تراكيه اللي هو القصبة الهوائية التراكية، تمام؟ and at level external angle and esophagus passes posterior شنو؟ للميديا استاينا. يعني هذا شوفه، هذا التراكية موجود عندك بالانفيرير ميديا استاينا التراكية وين؟ بال end of the level external angle. اريدك تعرفني، يعني انا تهمني هاي المعلومه، تمام؟ تهمني هاي المعلومه انه كيف قسمنا الميديستان. هنا عندك الميدل ميديستانم اند البريكارديوم. عندك الميدل ميديستانم
هسه اخذنا منه، اخذنا البوستي، اخذنا البوستيريور ميديا ستاينم، تمام؟ هنشوفه سو عفوا سوبيريور ميديا ستاينم، كملنا السوبيريور ميديا ستاينم، نيجي البن لمنطقه الانفيرير ميديا ستاينم اللي قسمناها بواسطه القلب الى بوستيريور وانتيريور وميدل. واضح شباب؟ واضح؟ سمعوني؟ اي نسمع ياسين، نسمع، كمل. ماشي. والمشكلة واحد ما يحس انه اكو كونكشن، فهوس. فالمهم عندك البريكارديوم، عندك منطقة البريكارديوم، اريدك تعرف لي انه البريكارديوم حاله حال اي سيروس ممبرين. السيروس ممبرين عندك البريتونيوم وعندك البريكارديوم وعندك بعد منو، ها عندك البلورا، فهاي اسميها السيروس ممبرين اللي تحوط لي الاورجان، الاغشيه اللي تحوط لي منه الاورجان، من ضمنها البريكارديوم، من ضمنها البريكارديوم. هسه اجينا المن للميدل اوف ذا هارت، يعني طبينا هسه بامتحان، عليكم احنا طبينا بامتحان. فالبريكارديوم عندك الفايبرس بيها فايبرس وبيها شنو سيروس، تمام؟ البريكارديوم is the fibro serous sac surrounding the heart and the roots of the great vessel. يعني هاي البريكارديوم تحوط عندك القلب وتحوط شنو البلاد فيزل، تمام؟ وبيها الفايبرس ذا ثوت اوتر والسيروس ديسكلوز سيروس ساك، يعني بيها طبقتين هاي البريكارديوم، بيها طبقتين، بيها طبقه فايبرس وبيها طبقه سيروس، تمام؟ هاي الفايبرس تكون خارج والسيروس هي اللي لازقه على من على الهارت، وما بين الفايبرس وما بين السيروس اكو شنو فلويد، فلويد هذا الفلويد هذا يفيدني بمن بال يعني حركه الهارت والانقباض مالته، يعني شويه يعني يصير اكو زحلقه ويصير اكو لابريكيشن، تمام؟ لابريكيشن، فبالتالي بيناتهم الفلويد. شلون انت هذا هسه قدامك الصوره، تمام؟ هذا البريكارديال كافيتي، هنا عندك الفايبرس اللي هي الاوتر و البرايتال، هاي اسمها البرايتال او السيروس، يعني لها تسميتين، اسمها يا اما برايتال يا اما سيروس، يعني من تسمع انه اكو تسميه برايتال فهي نفسها السيروس، تمام؟ هاي طابقه علي من عليه القلب. It's a closed serous sac that is invaginated. Invaginated يعني شنو؟ شلون هيجي؟ Invaginated يعني شلون شو يقولها بالعربي؟ يعني شنو invaginated بالعربي؟ صدق بالله؟ انبعاد. ها؟ انبعاد، عفوا. انبعاد. شلون انبعاد؟ تمام؟ هسه هذا شوف الايد مالته والانبعاج والانبعاج على مثلا هاي قطعه مال جيلي او هيك شيء، فمثلي لك اياها بالبريكارديال كافيتي. هاي البريكارديال كافيتي بيها سيروس فلويد، واضح؟ هنا عندك الاكسترنال فيتشر اوف ذا هارت، اجينا للصحيح. الاكسترنال فيتشر اوف ذا هارت عندك انت الهارت بي بيز، تمام؟ بي بيز وبي يعني بي قاعدة وبي إيبكس وبي أربعة سيرفس، تمام؟ بي أربعة سيرفس، هذا الحكي اللي داخل بالامتحان، يعني أكو حكي هسا هاي البريكارديوم والإكسترنال فيشر أوف ذا هارت، يعني ذن إحنا طبينا بالامتحان مالتنا، تمام؟ فالإكسترنال فيشر أوف ذا هارت، the heart has الى البيز والى ايبكس والى اربع سطوح، تمام؟ هل تشوفون قدامكم القلب
ما قاعد بشكل يعني عدل، بشكل دايركتلي عدل، لا القلب قاعد عندك بشكل مائل، القلب قاعد عندك بشكل مائل. تشوفون هذا الشكل المجسم يعني في شيء راقي، يعني هيجي قاعد بشكل مائل وليس يعني بشكل عدل انت القلب عندك. يعني شلون واحد قاعد بالقاع تمام وحاط ايده على مثلا متكئ على مخده او مثلا على قنفه، فهيك تقول قاعدته مرتاح الرجال. فهنا البيز مالته، البيز القاعده دايركت بوستيريور اون تو ذا رايت، يعني من نقول وين البيز مالت من مال الهارت نكون بوستيريور بشكل بوستيريور وشنو تو ذا رايت، يعني البيز مالته جايه على جهه اليمنى، جايه على جهه اليمنى وتكون بوستيريور، يعني هاي بوستيريور يعني اللي ورا تمام بوستيريور. ها شوفوها البيز مالته بوستيريور وشويه جايه المال لجهه اليمين، شويه جايه الى جهه اليمين. والايبكس اوف ذا هارت دايركتد داونورد تمام، جايه داونورد وفورورد. شلون قلنا مثلا واحد يحط ايده بجيبه onto the left يعني الى جهة اليمين، عفوا الى جهة اليسار، الايبكس الى جهة اليسار. وعندك اربعة سيرفس، اربعة سيرفس من جهة الانتيريور، من جهة الانتيريور يعني قدام القلب. شنو يصير قدام القلب؟ الاسترنوكوستال، الاسترنوكوستال يعني الكوستال كارتليج والاسترنو، يصير قدامه الكوستال كارتليج والاسترنو. ومن جهة الانفيريور اللي هي هاي الجهة، جهة الانفيريور يصير جواه الدايفرام، الدايفرام اللي هو الحجاب الحاجز تمام، اصيح له الدايفراغماتيك سيرفيس تمام. و عندك الرايت بالمونري والليفت بالمونري، رايت بالمونري سيرفيس وليفت بالمونري سيرفيس. الرايت بالمونري سيرفيس هو ريليت تو ذا رايت لاين، يعني هذا من جهه اليمين رايت بالمونري سيرفيس تمام. وعندك هنا الليفت بالمونري سيرفيس اللي هو ريليتد المن، قريب من للرئه اليسرى. واضحه؟ شوف هنا تخيل انه هذا الشكل الهندسي مال القلب، هنا عندك البيز، هنا عندك هذا الانتيريور سيرفيس، هذا الليفت بالمونري سيرفيس، وهذا الرايت بالمونري سيرفيس، هنا الانفيريور، وهاي الايبكس. شوف الايبكس شلون جايه، هاي البيز، هذا الدايفراغماتيك سيرفيس، هذا شوفه اللي من جهه الدايفرام. واضح هنا؟ اكو احد عنده سؤال؟ أكو أحد عنده سؤال؟ ممكن تعيد السؤال. تمام، عاشت إيدك دكتورنا. ها شباب سؤال ثاني غير السيرفس، يلا حتى لم الأسئلة واروح للسكرين، شير سكرين، لان ما جاي اشوف ما جاي اشوف التعليقات انا. واضح واضح تمام كلش واضح. فعندك دكتور، عندك هنا عندك السيرفس، عندك انتيريور سيرفس. هسه انت من جهه الانتيريور قلبك قاعد عندك وين؟ بالقفص الصدري مالتك تمام. ايش تتوقع انت، ايش تتوقع بخيالك انه من جهه من قدام قلبك؟ شنو قدام قلبك؟ قدام قلبك شنو؟ قدام قلبك الضلوع، وقدام قلبك عظمه القص الاسترنو، وقدام قلبك الكوستال كارتليج اللي هو يربط ما بين الضلع وما بين شنو الاسترنو تمام.
فهذا جهه الانتيرير للقلب اللي هو اصيح له استيرنو كوستال سيرفيس، تمام. ومن جهه الانفيرير يعني من جوه القلب هنا، من جهه الانفيرير، هذا من جهه الانفيرير. شنو اللي هذا القلب؟ يعني انت بخيالك هو شنو عندنا جوه القلب؟ احنا عندنا كبد، تمام، بس فوق الكبد شكو، وعندنا كبد وعندنا سبلين، بس فوقهم منو؟ فوق منو اللي حاميهم؟ دايفرام، تمام. فبالتالي اسمي هذا السيرفس على اليمين على اسم الدايفرام اللي هو دايفراغماتيك سيرفس، تمام. وعندك في الرايت بالمونري، رايت بالمونري، بالمونري معناها بالترمينولوجي معناها لانج، تمام. فمن جهه من جهه اليمنى المن لقلبك هسه، هذا مثلا هذا الرايت، عفوا هذا من جهه الرايت، وهنا انا جهه الليفت اللي ما بين القلب، ما بين القلب هسه مثلا هسه راح نجي على صوره تشريحيه، اللي ما بين القلب من اليمنى لليسرى، من اليمنى واليسرى لانج عندك لانج، تمام. فراح انا اسمي هذين السيرفسات، تمام، على اسم اللانج اليمنى واليسرى. فاقول عليه الرايت سايد او الرايت سيرفيس اوف ذا هارت اسميه عليه من على الرايت بالمونري. ليش؟ لان هو ريليتد للمن الرايت لانج، ريليتد للرئه اليمنى. وهذا السيرفيس اسميه ليفت بالمونري اللي هو ريليتد للمن للرئه اليسرى، تمام. تمام الدكتور، وضحت عندك حبيب؟ حبيب احد بعد عندك؟ احنا نريد اليوم نفهم ونحفظ، نفهم ونحفظ، ما نريد بس نفهم، تمام ان شاء الله خير. يا ريت اذا تشوفون مثلا واحد صديقكم راسلكم وهذا يقول له عوف كل شو، تعال هذول عندك البيز اوف ذا هارت، بس خلى عبي ماي. ياسين اعتقد رجاء عدا سؤال على الشات. تقول يعني الايسوفيجاس يكون البوستيريور مال هارت مو؟ عفوا البوستيريور مال هارت الاوسوفيجاس، بس انا شنو ما غوطت بالتفاصيل لان شفتكم يعني مالين من الموضوع، فطبيت عندكم بالهذا مو مشكله. الاوسوفيجاس، الاوسوفيجاس هو بوستيريور المن الهارت. والله اشياء مهمه واحد لازم ياخذ، بس على كل احنا لان وقتنا يعني ما يسمع. البيز اوف ذا هارت، عندك البيز اوف ذا هارت اللي هو قاعده الهارت، ايش قلنا عليه هنا؟ تذكرون قلنا بوستيريور، قلنا بوستيريور والمن رايحه للجهه اليمنى، بوستيريور و تو ذا رايت، دايركت باكورد اند تو ذا رايت، فورمد اوف بوث اتريا مينلي. شنو الليفت اتريا؟ يعني هنا انت بجهه البوستيريور من تشوف عندك؟ تشوف منو؟ منو من الشامبر تشوف عندك؟ يعني يا شامبر هو ماخذ الاغلبيه، ماخذ المساحه الغالبيه من اجل مثلا شلون اوصل لك اياها؟ انا جبت قلب بلاستيك موديل او مثلا اشتريته من السوق، تمام؟ اجي اتنوع له من جهه البوستيريار، من جهه الانتيريار، ومن جهه الانتيريار، ومن جهه اخرى رايت والليفت. اشوف عندي يا ردحه او يا تشامبر مثلا الاتريوم، الفنتركل، رايت، الليفت، منو ماخذ المساحه الاكبر؟ منو ماخذ المساحه الاكبر عندي، تمام؟ فبالتالي احكم عليه.
مثلا البيز اوف ذا هارت يجيب لك ام سي كيو يقول لك المين البيز اوف ذا هارت مينلي او مثلا ريبريزنتد باي او يمثل ب او يعني مثلا موستلي اوف ذا بيز اوف ذا هارت تقول له الليفت اتريوم لان انت هسه تتنوع شوف هنا الليفت اتريوم هنا مو ماخذ اغلب الـ يعني اغلب المساحه شوف الرايت اتريوم ايش قد صغير تمام شوف الرايت فنتركل ايش قد صغير شوف هنا الليفت فنتركل اصغر يعني اصغر من شو اسمه يعني الليفت فنتركل يبين من جهه الانتيرير اكثر تمام فبالتالي اني احكم على البيز اوف ذا هارت انه مكون مينلي من الليفت اتريوم تمام يعني من يجيب لك يقول لك يابا الليفت البوستيرير او البيز اوف ذا هارت البيز اوف ذا هارت يخطر ببالك قبل مينلي الليفت اتريوم واضح وضحت الفكره انه اوصلها اوصل لكم اياها هنا اللي راح نجي عليه على شغله ثانيه الايفكس اوف ذا هارت شنو المطلوب هنا نسيتها المقدومة. الإيبكس أوف ذا هارت. الإيبكس أوف ذا هارت يعني ال هسه راح نجيها. الإيبكس أوف ذا هارت القمة مالت من مال الهارت اللي قلنا عليها دارك داونورد فورورد أون تو ذا ليفت. هاي مكونة مينلي في من بالليفت فنتركل أول. ليش الصورة تحكي عندك؟ من هنا أكثر تشامبر مبين. من هو؟ الليفت فنتركل هذا قدامك الليفت فنتركل ماخذ مساحه يعني واسعه كلش تمام فبالتالي الايبكس ممثله بمن بالليفت فنتركل واضح هنا عندك الاسترنو كوستال الاسترنو كوستال الانتيريور سيرفيس الانتيريور سيرفيس هنا بالانتيريور سيرفيس ات هاز اتريال بارت اند فنتركلر بارت يعني من جهه الانتيريور من اتنوع للقلب من جهه الانتيريور القى بي اتريوم اللي هو رايت اتريوم والقى بي شنو الرايت والليفت فنتركل تمام فاقول له مكون مينلي منين مينلي من الاتريال شنو بارت از فورمد باي رايت اتريوم تمام وهنا ماكو واحد طاغي على الثاني هنا ماكو واحد طاغي على اليمين على الثاني فأقول له إنه الأنتيريور سيرفيس مكون من الأتريال بارت مكون من الرايت أتريوم والفنتريكولار بارت فنتريكولار بارت تقول له مكون من الرايت فنتريكول اللي هو هذا قدامك اللي ماخذ ثلثين والليفت فنتريكول اللي ماخذ ثلث واحد تمام ماخذ رايت فنتريكول ثلثين والليفت فنتريكول شنو ثلث واحد فهذا فهذا الانتيريور شنو؟ سيرفس هذا الانتيريور سيرفس تمام؟ وعندك هنا الدايفراغماتيك انفيريور سيرفس دايف تفضل دكتور دكتور بس الليفت فنتركل والرايت فنتركل هن يكونوا مساويات يعني بالحجم؟ الليفت فنتركل والرايت فنتركل والله يعني اعتقد الليفت فنتركل يعني اوسع حسب الصورة اللي راح نأخذها يعني من جوا قصدك الكافيتي لا هسه هنا من يقول الانتيريور سيرفيس راح يكون ثلث من الليفت فنتركل يعني الثلث اللي الثاني مالته راح يكون للبوستيريور لا ماكو ايش تقسيمه ليش؟ لان الليفت فنتركل هو صح يظهر من جهه البوستيريور هسه انت عندك هنا قدامك هذا شوفي الليفت فنتركل بس ميلي بيمن بالليفت اتريوم يعني هنا من اجي انا الليفت فنتركل هنا يعني بالصوره مو اوضح كلش الليفت فنتركل وعقارنه بالليفت اتريوم يطلع الليفت اتريوم شنو هو؟ اكبر هذول علماء الاناتومي هي تصنفوا قالوا انه الليفت اتريوم اكبر لذلك انا اعتبره البيز اوف ذا هارت اللي هو البوستيريور تمام اما هنا انا عندي ممكن انت شو تقولين مثلا تقولين مكون من الرايت اتريوم والرايت فنتركل
عادي عادي يستقبلها رايت فنتركل، بس يعني واحد اكثر يكون اكثر علميه انه رايت فنتركل ثلثا والليف فنتركل شنو ثلث واحد. هاي تقسيمه علماء الهرتون شافوا واقترحوا وفكروا انه هذا التقسيم الصحيح. واضح دكتوره؟ هو صح؟ ها؟ مو قصدي هيك، قصدي ان الليفت فنتركل التاجت يعني هو اكبر من الرايت فنتركل، مو صحيح؟ وين؟ لا هنا الرايت فنتركل اكبر بالبوستيريور. هو يعني هو يعني بصوره عامه راح يكون هو يكون اكبر من الرايت من جهه هنا البوستيريور، من جهه الانتيريور هنا، مو من قصدي جهه على الانتيريور. الانتيرير والبوستيرير بشكل عام. قصدي بشكل عام ككافيتي يعني. لا ايه مساويات، مساويات يعني هن بالحجم، هن مساويات يعني بالحجم. هسه هنا راح يكون الثلث من الليفت فنتركل للامام والثلث للخلف راح يكون. اي عاش تيدج. بس هنا من نريد نقول انه الانتيريال سيرفيس، نقول الاتريال بارت رايت اتريوم، وهذا مكون من من ثلثي الرايت فنتركل وليفت ثلث واحد. اما هن بالحجم مساويات، بس بالاتجاه، باتجاه السيرفس مختلفات. تمام أشكرك. اهلا اهلا دكتور. واضح هسه. نجي الى دايفراغماتيك سيرفس اللي هو الانفيرال سيرفس. انفيرال سيرفس من جهه الانفيرال انا القى دايفرام عندي، تمام؟ هذا اتس ريست اون ذا سنترال تندون اوف ذا دايفرام. اكو تندون اوف ذا دايفرام احنا المفروض ناخذه، بس ان شاء الله ناخذه بالريسبيراتوري. فهذا هاي الدايفراغماتيك سيرفيس موجوده على اليمن على التندون اوف ذا دايفرام، سنترال تندون اوف ذا دايفرام، تمام؟ هذا يكون منين؟ من تو بوث فنتركل مينلي ليفت او تو فنتركل، تمام؟ هنا عندك الرايت فنتركل ثلث والليفت فنتركل شنو ثلثين، ما لك دخل. انت قل لي الانفيريال سيرفيس مكون منين؟ من التو فنتركل، تمام؟ اللي هذا هنا انا اشوفه الانفيريال سيرفيس مكون منين؟ من التو فنتركل. هنا الرايت بالمونري سيرفيس، الرايت بالمونري سيرفيس از فورمد باي رايت اتريوم. يعني هنا بالرايت اتريوم شوف هسه هذا رايت سيرفيس، رايت بالمونري سيرفيس اللي قريب من الرايت لانج، تمام؟ مكون مينلي بمن؟ بالرايت اتريوم. اما الليفت بالمونري سيرفيس اللي هو هذا، الليفت بالمونري سيرفيس مكون مينلي بمن؟ مكون بالليفت فنتركل، بمن؟ بالليفت فنتركل. و سمول بارت اوف ذا ليفت اتريوم، تمام؟ الليفت اوركل. هاي هنا الليفت اوركل اللي هي جزء من الليفت اتريوم راح ناخذها، تمام؟ هنا عندك بوست سيرفس اللي هو الرايت بالمونري سيرفس والليفت بالمونري سيرفس، اثنينات ريليتد المنت وكورسبوندنج المنت لللنج وشنو؟ البلور. واضحه؟ هنا عندك البوردر اللي هي حدود، حدود القلب. عندك حدود القلب، حدود القلب عندك ابر بوردر، هذا ابر بوردر، تمام؟ رايت بوردر، لور بوردر، وشنو؟ ليفت بوردر. عندك الابر بوردر من يتكون؟ من يتكون؟ يتكون من التو اتريا. هنا من تشوف انت الابر بوردر، السطح العلوي، لا عفوا الحد العلوي، هو مكون من الاتريا، شيء طبيعي. والرايت بوردر من جهه الرايت مكون من الرايت اتريا، تمام؟ اللور بوردر، اللور بوردر مكون منين؟ من التو فنتركل، هذني قدامكم، تمام؟ والليفت بوردر مكون منين؟ من الليفت شنو؟ الليفت فنتركل والبارت اوف ذا ليفت اوركل، مكون منين؟ من الليفت فنتركل. فهاي قدامكم اشياء بديهيه. هنا هذني بعدين ناخذهن الارتيريا سبلاي، هذا اللانج واخذينه هنا. هسه اكو احد عنده سؤال؟
أكو أحد عنده سؤال شباب؟ أي ياسين ممكن تعيد آخر شيء؟ شنو الآخر شيء؟ طلعت من الميت ما أدري البوردر البوردر مال هارت. ها عندك البوردر هاي قدامك واضحة. الأبر بوردر مكون منين؟ من البوث أتريا ميلي شنو ذا ليفت، والرايت بوردر مكون منين؟ يعني هسه فوق هذا الرايت الأبر بوردر مكون منين؟ مكون من الأتريا اثنيناتهم تمام؟ والرايت بوردر مكون منين؟ هذا اللي قدامك رايت بوردر مكون من الرايت اتريا تمام؟ اللور بوردر اللي هنا مكون منين؟ من تو فينتريكل، هذا قدامك هنا الابر اللور بوردر، والليفت بوردر مكون من الليفت شنو؟ فينتريكل، هنا الليفت فينتريكل، فواضحه قدامكم، تاخذون ريست؟ اوكي ماشي. شنو شو طالعين قبل الرأس 24 واحد ماشي.
السلام عليكم شباب، موجودين؟ لا. وعليكم السلام، موجودين. ايوه اسف، شنو يوم 18؟ شنو السالفة؟ لا لا، طلعوا وقالوا اذا بدينا رجع سوي النتاج، ف يعني شغله وراجعين شويه. ما ادري منهم ب 18، والله لا بالعكس افضل، بس يعني واحد صديق البركه بيكم، بس اريد اكثر عدد يستفادون شويه. كفو، يقول 18 على 30 واحد. اي شلعبنا اوكي. يلا سوي لهم تاج يا معود. أقول لك ياسين، ليش ما تشرح على محاضراتنا؟ بس راح نرجع على محاضراتنا، أقول لكم شنو داخل غير ترتيب الأمور. يعني محاضراتنا والله مو مرتبة. على راحتك. لا يعني أنا اسمع عادي بعد أحسن، بس هو يعني غير شوية، يعني نرتب الفكرة بعدين نرجع نقول لكم هذا أخذناه هذا ما أخذناه، أشوفه أفضل. تمام. مثل ذاك اليوم اللي عندهم، شلون سوينا بيناتهم؟ ايه عشتي. ما جاي يدخلون بالإيميل الجامعي والساعة على الوافق. يلا حسون، أنت اليوم لك أجر عظيم. هم كل أجر. ياسين يقولوا لك يا سيدي راح نقرا حاليا. ها؟ يقولون قلت شات يا سيدي راح نقرا حاليا. هسه بعد شوي تعرفون. يلا مو هو لغز. لا مو يعني شو اسمه السيشنات متفرقة. ذاك اليوم لقيتهم جاب نتيجة وياكم، يعني شفتوا نفسكم انهم بس كتبوا لي قولوا لي لا زين عاشتي ذي حبيبي حسون، يعني جاوبتوا بالامتحان؟ طبعا. ف ليش كذي؟ شنو الامتحان؟ انت لو تموت ما تستفاد. ما صار غير كيش المسمى ساشتك جاي. يلا اطلع اطلع من الميتين. لا هو اقول لك هو صادق، يعني يعني ما اعرف معنى الولد. ليش وافقت علي ياسين؟ ليش وافقت علي؟ والله ما اعرفه. لا لازم تتأكد. هسه هسه طردي طردك. يلا شباب نبدي. يا الله الحمد لله شكر منار. الحمد لله الحمد لله. أنا بالأورال سألني على السؤال ما عرفت، سألني على نوع المفصل بالأكروميو كلافيكولار جوينت. لوين راحت انت؟ انا المفاصل انواع المفاصل ما اهتميت فيهم، يعني هذا فايبروس هذا كارتلاجينوس هذا ما اعرف شنو، مع العلم هو يسالون بيها.
بس يا الله احسن. بس البقيه جاوبت الحمد لله. انا سألني بالباسل اني رفعت ولا شنو والله بخت، والله بخت. جاوبتني والله كل جاوبت. نشوف هذا كله شو اسمه من وراء من؟ صادق طبعا طبعا من وراك. لا لا تفضل يا عودي عفوا عليك حبيبي والله. يلا شباب يلا نتفك على الله. سالفتهم طويله الجماعه، لا يفيد وياهم تاكل عش. عندنا هنا ال وين هاي؟ ايه عندنا هاي ابلايد انتم جاي تشوفون؟ جاي تشوفون مو؟ شباب؟ اي واضح اي واضح. عندنا هاي ابلايد انتم موجوده عندنا بالمحاضرات لكم منكم يذكروها او شيء. يصير عندنا بريكارديتس. من يصير عندنا بريكارديتس التهاب في في غشاء البريكارديوم تمام؟ main inflammation of the serous pericardium which rattling with a two layer of it making a fraction rib with a cardiac contraction. يعني انا صار عندي شنو بريكارديتس، هذا موضوع لازم شويه تركزون عليه. باو اكو معلومه جدا مهمه ويا ريت تسجلوها عندكم. احنا عندنا طبقتين اللي هو فايبرس لاير تمام وسيروس لاير، واضح؟ وما بيناتهم شنو؟ ما بيناتهم سيروس فلويد. السيروس لاير اللي لازقه على من على الهارت، اللي لازقه على الهارت هاي انسنسيتيف، يعني ما بيها انرفيشن تمام، ما بيها انرفيشن يعني ما طابلها احساس تمام. بس الفايبرس لياب طابلها انرفيشن، طابلها انرفيشن. يعني من يصير عندي بيريكاردايتس، بيريكاردايتس او احس بالالم اللي هو تشيست بين، اللي هو تشيست بين، هذا الالم ناتج لي منين؟ من الفايبرس لاير وليس السيروس لاير. يعني مع العلم انه السيروس لاير هي طابقه عليه من على القلب ومغطيته، بس الالم جاي من الفايبرس لاير وليس منين؟ من السيروس لاير. ممكن هذا سؤال يجيكم، فهاي ملاحظه سجلوها ياكم تمام. هنا عندي عندي البريكارديال فلويد، ممكن يصير عندي فلويد وين؟ فلويد بالغشاء هذا. يعني مو انا عندي سيروس فلويد ما بين التو لاير، هذا الكافيتي البريكارديال كافيتي ممكن باكو حالات راح ينترس شنو؟ راح ينترس فلويد. من راح ينترس عندك فلويد، راح ينترس عندك فلويد تمام، هذا يضغط على من؟ على القلب، على القلب، وما يخليه يسوي دايستول، وما يخليه يسوي شنو؟ دايستول. هاي الحاله اسميها شنو؟ كاردياك تامبونار، كاردياك تامبونار، واحد اسباب الدايستوليك هارت فيلر. يعني نايم على نايم على القلب وما نخلي شنو؟ وما نخلي ينملي. هذا الكاردياك والبلاد بريكارديال افيوجن ممكن يحدث من حالات، يعني هسه احنا فينا غنى عنها، بس اريدك انه تحفظ لي انه هذا البريكارديال كافيتي ينمل فلويد تمام ويضغط على القلب، بالتالي اسميها الكاردياك تامبونات تمام، كاردياك تامبونات. اني اريد هسه راح نجي، انا اريد اوخر هذا البريكارديال فلويد منين؟ من البريكارديال، اريد افرغ تمام. من اريد افرغ بعمليه اسمها
بيريكارديو سينتيزيس. بيريكارديو سينتيزيس. The procedure height by which excessive pericardial effusion can be aspirated by needle. أطب بإبرة خوش وبالبيريكارديال كافيتي أسحب هذا الفلويد. شلون بميمن بالبلورال افيوجن او نيوموثوركس تمام اللي يمدي البلورا بميمن بال بالماء ايضا تمام. فبالتالي ادخل بابره اسحب هذا الفلويد بعمليه اسمها البريكاريوسينتيسيس. هاي العمليه تتم وين؟ وين انا ادخل هذا النيدل؟ هذا ام سي كيو او سؤال مهم تمام. اطببه the needle inserted through the left fifth or sixth intercostal space near to the sternum. ليش هنا انا ادخل النيدل؟ لان انت مثل ما تلاحظ هنا هاي اللون، شوف اللي مأشرها باللون الازرق، اللي مأشرها باللون الازرق ومخلي لك هنا منطقه وين ما مدخل الاوبره. هاي منطقة ما محاطة بمن؟ باللنج. يعني بقية القلب محاط بمن؟ باللنج. يعني اللنج جاي عليها، تفهمني شلون؟ هاي المنطقة خالية ما بيها شنو؟ لنج تمام. فبالتالي يعني شلون نقول عريانة من منين؟ من اللنج. فبالتالي سهل انه اطبب الابرة بيها واسحب هذا الفلويد. هاي الاريا اسمها بير اريا، هاي الاريا اسمها بير اريا تمام. فاطبب هنا وين؟ بالليفت 5 اند 6 انتركوستال سبيس، قريب منين؟ من الاسترنم، قريب منين؟ من الاسترنم. واضح؟ احد عنده مشكله بهاي؟ واضح واضح ياسين. ماشي صار 18 ان شاء الله. عندنا هنا الاكسترنال انترنال فيتشر، هنا كملنا ياسين ممكن تعيدها؟ واحد من الزملاء قال عيدها. هنا البيريكارديوسينتيسيس مو؟ اي اعتقد. وسؤال ثاني، طيب تقول اذا القلب مفتوح ممكن تصير هاي العملية؟ شباب فتحوا المايكات، اي واحد يعني خاصة ممكن ماشي. لو كان القلب مفتوح ما ممكن هاي العملية تصير. يعني شنو القلب مفتوح؟ اي طبعا يعني شوفوا لها صرفه، يعني يجوز يطبون بقسطره من الفيمورال ارتري وبقسطره يجيبون هذا الفلويد. ماكو شيء هسه بالطب ما يصير، بس زراعه الدماغ ما تصير لحد الان. بس بالفعل بالفعل ما يصير اذا يعني القلب اي صح صح. وهاي المنطقة شوفوها البير إيريا، البير إيريا هي منطقة عرضة لمن؟ مثلا الستاب وند. الستاب وند اللي هو الطعن. واحد يجي يطلع لك عركة، خاصة جماعة سيد حسين بالبصرة عشائر وهالسوالف، فبالتالي يجي يطعنك. اكو محترفين ذاك اليوم همين، اكو ولد هنا يمكن دارس اناتومي او ما اعرف شلون، يعني شفت اني طعنه والله العظيم بالبير اريا، بحيث يعني هذا قدامك شنو قلنا عليه؟ الانتيريور سيرفيس تمام، الرايت فنتركل، يعني بحيث خارب لك الرايت فنتركل خرمه زرب، فهمت شلون؟ يعني هذا دارس اناتومي يعني. المهم فاحسن من عندنا. فالبريكارديوسينتيسيس هو عن طب النيدل، اطبب النيدل بمنطقه ما بين الليفت اللي هو الايسر الخامس، هذا السبيس ما بين الضلوع، ال 5 and 6 انتركوستال سبيس ما بين الضلوع اللي هو الانتركوستال،
تمام؟ وادخل هذا النقل واسوي شنو؟ بريكارديال فيوجن، تمام؟ فهاي الفكره كلها، فلويد عندي تجمع بالبريكارديال كافيتي، اطبه بابره اسحبه من الفايف الى سيس انتر كوستال سبيس. عندك هنا السيرفس اناتومي اوف ذا هارت، تمام؟ السيرفس اناتومي اوف ذا هارت يعني انت الهارت وين عندك موجود بقلب، يعني وين هسه انت منتظر له من تنظر له، تمام؟ عندك من النقطة اي جاي تشوفون العرض؟ اي اي واضح يا سي. عندك النقطة اي، النقطة اي اللي هو السكند ليفت كوستال كارتليج، تمام؟ سنتيم وربع عن من عن الايدج اوف ذا ستيرنم، يعني عندك هاي النقطة اي شوفها تنوع عليها عن النقطة اي قريبة من الحافة مالت من مال الستيرنم، تقريبا تاخذ لك سنتيم وربع، سنتيم وربع عن الستيرنم هاي النقطة اي، تمام؟ وين the second left costal cartilage، تمام؟ second left costal cartilage. تجي المن الى النقطة B، النقطة B اللي هو third right costal cartilage، تاخذ ايضا سنتيم وربع من الاسترنوم، من الحافة مال الاسترنوم، وسنتيم وربع تاخذ هاي النقطة B اللي هو third right costal cartilage. و النقطة C اللي هو السكس رايت كوستال كارتليج، تمام؟ تقريبا تاخذ ايضا سنتيم وربع من الايدج اوف ذا استيرنم، النقطة C. والنقطة D اللي هو بال 5 ليفت انتر كوستال سبيس، تقريبا تاخذ 9 سنتيم من الميد لاين، يعني هسه هذا عندك الخط الميد لاين بالاناتوميكال بوزيشن اللي اخذناه بالمحاضره الاولى بالاناتومي اللي يقسم الجسم بالنص، تمام؟ هذا تاخذ من عنده 9 سم المل للفايف انتر كوستال سبيس. تجي توصل ما بين هاي النقاط الابر بوردر ما بين الاي والبي، اللور بوردر ما بين السي والدي، الرايت بوردر ما بين البي والسي، والليفت بوردر ما بين ال دي والاي. هنا صار عندك هذا مكان القلب، صار عندك شنو؟ مكان القلب، واضح؟ هذا صار عندك مكان القلب، شوف شلون قاعد القلب، تخيل شلون قاعد القلب، هاي الحدود مالته والنقاط مالته، واضح؟ هنا عندك عندك الجروف، الجروف اوف ذا هارت. الجروف اوف ذا هارت يعني شلون؟ يعني حافه، يعني حافه بمن؟ بالهارت. يعني شلون انبعاج؟ انبعاج بمن؟ بسطح الهارت. هذا اسميه جروف، تمام؟ اسميه جروف. شلون مال الدماغ اللي هن السلكاي والجيراي؟ السلكاي مال الدماغ شايفينه شلون معرج؟ يعني صاير عندك شيء معرج، عفوا شيء طالع بارز، بروز وشنو؟ انبعاج، بروز وانبعاج، بروز وانبعاج. هذا الجروب مثل الانبعاج بالدماغ. عندك ثلاث جروبات، ثلاث انبعاجات بمن؟ بالقلب. عندك الاتريو فنتريكولار جروب والانتر فنتريكولار جروب والانتر اتريال جروب، تمام؟ الاتريو فنتريكولار جروف هو اتس كولد كورونري سالكس. سالكس اذا مثلا بالدماغ بالبرين، السالكس هي ايضا انبعاج، اسميها يا اما جروف يا اما سالكس، ف اتس كولد كورونري شنو؟ سالكس، تمام؟ اتس اراوند ذا هول سيركمفرنس اوف ذا هارت، اتس سبريت بوث اتريا فروم شنو؟ بوث فنتريكول. خلينا نشوف جايب لها صوره لنا، ها هنا نشوفه الانتر فنتريكولار، هذا شوفه هنا، هذا الكورونري سالكس، لا مو الكورونري سالكس، اي هو هذا هسه ما عندي الليزر بوينت.
شوفه هذا الكورونيال سيركس اللي مأشر عليه، يفصل الاتري عن من؟ عن الفينتريكل. الكورونيري سيركس اللي هو الانبعاج يفصل الكورونيري عن من؟ عن يفصل عفوا يفصل الفينتريكل عن من؟ عن الاتري. هذا الكورونيري سيركس اللي ماشي به الكافرنس ساينس. المهم فهو اتسراوندد هارت سيركمبلكس اوف ذا هارت is separated both atria from the شنو ventricle. تمام. ومن اسمه atrio يعني atrium ventricular sulcus يعني ما بين الاتريو وما بين شنو الventricle. عندك الانتر ventricular sulcus انتر ventricular sulcus هذني two groove separating right ventricle from شنو left ventricle. من اسمهن ايش عندنا ما حطوا الراس شنو اللعبه هذه استغفر الله قلت له ليش ما تشغل الاعراب. There are two groove تفصل الرايت فينتريكل عن من؟ عن الليفت فينتريكل. تمام. هذا نشوف هذا الانتر فينتريكل جروف تفصل الرايت فينتريكل عن من؟ عن الليفت فينتريكل. هنا هذا الصوره اللي على ايدك اليمنى من جهه من جهة اليسار عفوا من جهة اليسار هذا من جهة البوستيرر هنا من عفوا من جهة الانتيرر هنا من جهة البوستيرر فاثنيناتهم يعني فصلا الاتريوم والتو فينتريكل عن بعض من جهة البوستيرر ومن جهة شنو الانتيرر. هذا مش شنو تو جروف سيبريتنج رايت فينتريكل فروم ليفت فينتريكل. عندك الانتيرر عندك واحد انتيرر وعندك شنو بوستيرر. الانتيرر انتر فينتريكولار in the sternocostal surface اللي هو شنو الانتيريور سيرفيس اللي هو هذا شوفوه اللي قدام على ايدكم اليسرى. تمام. على ايدكم اليسرى هذا اسمه شنو الانتيريور انترفنتريكولار جروب in the sternocostal surface in the anterior surface يعني posterior inferior in the interventricular group منين من جهه الدايفراغماتيك سيرفيس او جهه شنو البوستيرير يعني هو صاير بوستيرير انفيرير. تمام. مار بالبوستيرير ونازل على جهه شنو الانفيريا. تمام. وعندك الانتر اتريال شنو جروب او سولتس. تمام. اتسن ياسين تقدر ترجع توضح الانتر فينتريكولار على الصوره ما يعني شفته عدل. تمام. هنا نشوفي انت عندك بوستيرير سيرفيس وانتيرير سيرفيس. تمام. هذا البوستيرير اللي هو مال الرايت اتري. شوف هنا الجروف هذا اللي قدامك هذا الجروف وهذا الجروف. تمام. يقسم التو فينتريكل التو فينتريكل. تمام. من جهه البوستيرير ومن جهه الانتيرير. هنا من جهه الانتيرير وهنا من جهه شنو البوستيرير هذا الانتر فينتريكولار جروف. تمام. عندك الانتر اتريال هو اتريال ديفاين جروف سيبريتنج رايت اتريال فروم ليفت اتريال. من اسمه انتر اتريال يعني يقسم الاتريال اليمين عن الاتريوم الشمال. تمام. اتس هيدن باي ذا جريت فيزل هذا شنو هذا يفصل ما بين الليفت اتريوم الانتيريال وين يعني ما اقدر اوضح لكم يعني انا اقول لك it's hidden by great vessel leaving the heart ascending aorta and pulmonary trunk. هو مو يطلع عندكم vessel من الهارت اللي هو الاسيندنج اورتا والبلمونري ترانك. تمام. من الهارت فهذا الجروف يفصل ما بين تخيل وياي الليفت اتريوم والرايت اتريوم. تمام. يفصل ما بيناتهم فبالتالي عندك الاتريوم عندك هذني مغطيات على اليمن على هذني الجروفات. تمام. مغطيات عن من؟ على هذني الجروفات يعني ما تقدر تشوفهن بالصوره. تمام. اللي هو الاسيندنج اورتا والبلمونري ترانك. This groove demarcate the chamber of the heart externally contain of which groove will be discussed in the blood supply of the heart. هذني يفيدني بيمن يفيدني بعد شوي انه اخر البلاد سبلاي اوف ذا هارت. تمام. البلاد سبلاي اوف ذا هارت واقول لكم انه هذا الارتري مثلا
الليفت ديسندنج كورونري ارتري يمر بمن بهذا الجروب، او مثلا السيركمفلكس ارتري يمر بهذا الجروب، فهاي فائدتها. والفائده الثانيه انه احدد هذا ليفت اتريوم ليفت فنتريكل او ليفت او رايت فنتريكل، تمام؟ فهاي الفائده مالتها. هسه واضح؟ العباس ما يسأل. واضح واضح ياسين. شنو اشوف مستعرض صار؟ معقول اكو بالشرح خير؟ لا مو الاغلبيه، الاغلبيه يردون يدرسون على المحاضرات، لا ما يحبون معلومات يعني الا تسلسل المحاضرات فطلعوا. يعني هاي المشكله انا شو اشوفه؟ المشكله يعني من اشوفه طالب ملتزم بمحاضرته. ملتزم اوكي انت التزم بمحاضرتك، بس انا اذا محاضرتي ما مرتبه وما مسلسله للافكار مع احترامات اللي حاطين المحاضره، تمام؟ يعني شكوا بيها اذا تطلع مثلا، ومشكله يعني اصدقائي يجون احنا نريد والله على المحاضره، نصنا من المحاضره ما اطلع. انت اذا افضل على المحاضره ومحاضرات طب الزهراء خصيصا، والحسين ممرض مع عينك، ممرض. أذن هذا نظام السيستم تمام، اللي هو مختصر. شنو حاكي لي قولوا ياي، حاكي لي كلمتين. انا هسه طلعت عن المحاضره بس خل اوضح لكم، حاكي لي كلمتين بالمحاضره والله غني اطب به لو سمول جروب، تمام؟ لو سمول جروب. والحسين اذا ظليتوا على هاي المحاضرات يا عمي ممرض ما تصير، ممرض. انا مع احتراماتي بس ممرض ما تصير، تفهمني شلون؟ انا الفكره انه اريد، انا فكره هذا الميتنج اريدك تطلع من المحاضره، عوف المحاضره. انت تجي للمحاضره شوف، هسه احنا راح نرجع للمحاضره وراح اعوفه، او مثلا انتم من تكملون تمام روحوا للمحاضره وقارنوا بين ترتيب الافكار، تمام؟ بين ترتيب الافكار وشرح الافكار وتسلسلها، تمام؟ وتسلسلها، وشوفوا من الارتب ومن الافضل لكم ومن الاكثر يعني ترتيب بدماغك. من يصير عندك ترتيب بدماغك، احنا هاي الفائده، من اريد اسوي ترتيب شنو بدماغك، تمام؟ هناك رايح ذاكر لي مثلا تشامبر، نوب راجع على اليمن على الجروف، او راجع مثلا على البلس اون، ماكو ترتيب. انا اقصد من هذا الشيء الترتيب والمعلومه الحلوه اللي توصل بسرعه للطالب. انا هاي فكرتي، لا عندي اي شيء ولا هذا. هسه نروح نرجع للمحاضره واتراهن وياكم، راهن اذا لقيتوا شيء ناقص او مثلا شيء بالعلم ايش اسمه يعني تعال عاتبون. هذا اليوتيوب متروس، المواقع متروسه، المصادر موجوده. رايح اقرا لي محاضره سلايدها اخضر، يعني مع احترامات يعني المحاضرات وهذا، بس هو ما مرتبه، شو اسوي؟ هي ما مرتبه، واغلب الموجودين يتفقون بهذا الموضوع. وانا اسف طلعت عن المحاضره، بس شو اسوي؟ يعني انتم من قلت لي تروحون على المحاضرات وانا ماكو هيك حاجه. كيفكم؟ انا ما عندي شيء. سواء كان احمد فريد، سواء كان اي واحد، سواء كان اي شخص، انت لازم تاخذ المعلومه، انتم لازم تاخذون المعلومه من المصدر المضبوط والصحيح والمرتب، واضح؟ مهما كانت المعلومه. شوف اليوتيوب متروس عمي، يخلوك تحب الطب والله. المواقع متروسه، هذا انجينير يعني، بس ودك ما تعوف الشرح. دكتور ناجي، دكتور احمد كمال، غيرهم دول، وين اكو هيك حكي؟ انا بدأت السنه لحد الان يعني ما شايف المحاضره، هسه راح اشوفها وياكم الله يشهد. ما شايف، لان شفتها ما اضيف لي شيء، ما اضيف لي شيء، بالعكس ضرني ما اضيف. نرجع لمحاضرتنا، طلعنا من الموضوع. اقول لك شباب، هاي جاوب عليهم ما دا يزيدون. شو الموضوع؟ شنو؟ كل ساعة واحد ناس طلب، وافق عليهم ما دا يزيدون.
شنو ما جاي يزيدون؟ عدد ما عنده مشكلة يعني يزيدون أو ينقصون سواء بس واحد. أنا ما عندهم مشكلة، أنا بس في مثلاً تحقق استفادة 1% لكل طالب كلش كافي، ما عندهم مشكلة. كفو منك، يروح لك في الوصالة. بعد روحي، أنا مو مهم العدد، باشر عقبه راح نسوي محاضرات. يلا أخوان لا يصير التسجيل طويل، خاف تسيب عليه ما يقدر ينزله. أنت قهرتين طلعتين من الموضوع. يا ياسين لا تحطها براسي، انا حزين بشكل عام يعني، لان واحد يسمع التسجيل ويقول ها زهراء حكت وما ادري ايش قالت وما ادري ايش سوالف هاي تعبانه. يلا ماشي ماشي، ما صار شيء، ما صار شيء، بالريش بالريش كل احنا ما عندنا اشكال ولا رسمي هنا. الله يوفق الجميع ان شاء الله. تشامبرز وضحت، نجي الى تشامبرز وضحت ان شاء الله سنحفظ ونفتهي وعاد ايش اسمه قالوا لي راح تفيدنا المحاضرات. تشامبرز اوف ذا هارت، عندك الرايت اتريوم، نجي لمنطقه الرايت اتريوم. اتس فورمد اوف شنو شو تكون عندك الرايت اتريوم؟ اكو واحد يفتح المايك ويقول لي الرايت اتريوم من الساعه شو اخذناها شو تكون؟ يا سيرفس شباب رايت لارب الظهرت. نعم رايت رايت شنو رايت اتريوم رايت لارب رايت بوردر اوف ذا هارت رايت بوردر اللي هو رايت بالمونري سيرفس. تمام شكرا دكتور. اللي هو يطلع عليه من على الرايت لام. تمام فانتيرير اوف ذا رايت اتريوم عندك اوف ذا هارت. هنا ناخذ انتيرير اوف بوستيرير اوف ذا شنو رايت اتريوم. عندك الانتيرير اوف ذا رايت اتريوم يعني اللي قدام الراس بارت، عندي سموث بارت وعندي راس بارت، يعني عندي سطح خشن وعندي سطح ناعم بمن بالاتريوم. تمام هذا الرف بارت اللي هو السطح الخشن. تمام it's the internal aspect of the anterior wall، يعني صار وين بالداخل. تمام صار بالداخل. it has a bictinate muscle، bictinate muscle اللي هو parallel muscular ridge which extend to the anterior of the right شنو auricle. يعني شلون انا اذا نشوفون البكتينيات مصر هذني المعرجات. تمام هذني المعرجات صحن البكتينيات مصر شوفوهن اللي صار شلون الشرايين. تمام هذا اللي اسميه البكتينيات مصر اللي هو parallel muscular ridge which extend to the anterior of the right auricle. يعني تروح المن للرايت اوركل، حد المن للرايت اوركل اللي هي هاي الرايت اوركل تشوفوها اللي مثل الاذان اسميها الرايت اوركل. هاي البكتيريا توصل تشكل لي السطح الخشن او عفوا الجزء الخشن منين؟ من الرايت اتريوم. تمام ذيس بكتيريا توصل ار برانشينج فروم لونجيتودينال مسل ريج اللي هي كريستا تيرمينالس. كريستا تيرمينالس اللي هي هاي شوفوا هاي كريستا تيرمينالس. تمام جاي تظهر عندكم مو هاي كريستا تيرمينالس من الكريستا تيرمينالس وعدت صاعد اللي هو هذا البكتينيات مصل هذني اسميه البكتينيات مصل اللي هو الراس بارت. يعني الكريستا تيرمينالس هسه اني شاق الاتريوم شاقه ومتنوع جوا من يعني من ارجع الوضع الطبيعي. تشوفون الكريستا تيرمينالس واضحه كجروب. تمام مثل الجروب او الانبعاج. تمام فهذا من الكريستا تيرمينالس وانت صاعد او انت صاعد اللي هي بكتينيات مصل اسميها الرث بارت. تمام اللي هو بارل ماسكولار ريج ويتش اكستند تو ذا انتيرير اوف ذا رايت اوركل. ذيس بكتينيات مصل ار برانشينج منين؟ من اللونجيتودينال ماسكولار ريج اللي هو اسميها الكريستا تيرمينالس. تمام هنا انا اشوف الكريستا تيرمينالس اللي قلت لكم عليها هسه اللي مبينه من الداخل. انا من ارجع الرايت اتريوم
الى وضع الطبيعي تمام واسده، هسه هو بابه مفتوح من اسده يبين عندي من الاكسترنال فيتشر تمام او السطح الخارجي اسميه سولكس تيرمينالس، اسميه سولكس تيرمينالس. واضحه الفكره؟ جاي تتخيلون انه الوضعيه شنو هو؟ اسميه سولكس تيرمينالس of the external surface of the right atrium. هذا الرف بارت، هذا الرف بارت. عندك السموث بارت. ياسين السيركس تيرمينالس ما ادري شنو هو، ممكن ترجع تعيده؟ السولكس تيرمينالس انا عندي من جوا حد هذا، شوفي نوعي هذا السولكس تيرمينالس الحد اللي جوا تمام. من اني اسد من هو هذا السولكس تيرمينالس من يمه من حد الحد مال السولكس تيرمينالس الكريستا تيرمينالس عفوا الكريستا تيرمينالس يطلع من عنده ماسكولر ريج. ماسكولر ريج يعني حافات عضليه اسميها بكتيريات مصل. هذن البكتيريات مصل يكون لي السطح الخشن منين؟ من الرايت اتريوم، من الرايت اتريوم. من اجي واسد، من اجي واسد الرايت اتريوم تمام، واشوفه من الاكسترنال فيتشر من السطح الخارجي بدون ما اشكه تمام، يظهر لي الكريستا تيرمينالس من الخارج اسميها السولكس تيرمينالس، عباره عن شنو؟ جروف، عباره عن جروف تمام اوف ذا رايت اتريوم. واضح؟ تمام. The smooth part, it is the internal aspect of the posterior wall. It relieves the opening of the superior vena cava and inferior vena cava. أنا عندي سطح شنو ناعم. أنا عندي سطح شنو ناعم اللي هو هذا. شوفوا السطح الناعم. ما لكم دخل بالبكتيريات وصل. هذا السطح الناعم اللي قدامكم اللي هو السموث. تمام؟ هذا أنا عندي السطح الناعم. اللي يفتح بي superior vena cava والinferior vena cava اثنيناتهم يجن يفتحن بمن يعني اللي يستقبل الدم من الجسم كله يجي عليه من على smooth part سطح ناعم مو سطح خشن تمام. هذا من تمثله اللي هو superior vena cava inferior شنو vena cava السطح الملمس. وراح ناخذ بالامبريولوجي من اللي يكون السموث بارت ونقول انه السوبيريور والانفيريور دينا كيفا هو يفتحون بمن بسموث بارت تمام. It's relieved the opening of superior vena cava without valve يعني بدون الباب inferior dina cava with a rudimentary valve تمام. And coronary يعني عندك السوبيريور vena cava اللي يجيب الفينوس ريتيرن للرايت اتريوم اللي يجيب الدم هذا ما بي valve ما بي صمام خليها ببالك ما بي صمام. والانفيرر فينا كيفا اللي هو هذا بي فالف لكن فالف ضعيف فالف يعني شلون نقول ما يرقى اللي هو اسميه مثل المايتر فالف اورتيك فالف بالمونري فالف تفهمني شلون. فالانفيرر فينا كيفا رودمنتري شنو فالف تمام ويحتوي عليه من على الكورونري ساينس يحتوي على كورونري ساينس اللي تجيب الفينوس ريتيرن والوول ديفلوبر. هذا شنو يعني؟ هسه صار عندي سوبيريال فينا كيفا صار عندي انفيريال فينا كيفا وصار عندي كورونري ساينس. هذن الثلاثه يجيبن الدم. الكورونري ساينس شنو هو؟ كورونري ساينس عباره عن المخزن مال الدم مال القلب. يعني القلب الكورونيرا آثري مو تغذي القلب تمام. الشرايين التاجية مو تغذي القلب زين. أنا هذني هذا القلب اللي يغذي لي العفو هذا الدم اللي يغذي لي القلب وين يسوي درين وين يذب الفينوس ريتيرن اللي هو الفين مالته يذبه بالكورونيري ساينس هسه راح أقول لكم وين يصير من ناخذ البلوك بالضبط تمام. With wall developed شنو هو؟ coronary sinus اللي شنو هو؟ تمام؟ في the smooth part يمثل مدخل superior والinferior vena cava والcoronary شنو؟ sinus تمام؟
There is also the tricuspid orifice with the right atrioventricular orifice, which is guarded by tricuspid valve. يعني عندك tricuspid valve بمن؟ بال right atrium تمام؟ اللي راح ناخذ نرجع عليه بالصفحه الثانيه، يعني يحتوي اليمن على tricuspid valve، هي هاي المعلومه. Nuts الفوسا فاليس and شنو اتس لمبس ان ذا سبتر روسي امبريولوجي من راح ناخذ الامبريولوجي هذا شوفوها الفوسا هاي الانبعاج اللي ما بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم هذا الانبعاج هذا كان بالطفل فتحه اسميها شنو اسميها شنو من يعرفها فرامل اوفالي فورامينا اوف اوفالي تمام فورامينا اوف فورامين اوفالي تمام فبالتالي من تنسدد دي اسميه شنو فوسا اوفاليس فشوفوا هذا انبعاج موجود اسميه فوسا اوفاليس اند اتس لمبس تمام اللمبس اللي هو يحيط بمن بالفوسا اوفاليس اللمبس اللي هو يحيط بمن بالفوسا اوفاليس اند ذا سبتال هذا راح نجيب الامبريولوجي عندك اللي هسه كملنا منين من الرايت اتريوم اكو احد عنده سؤال شيء على الرايت اتريوم حتى ما ننتقل للليفت اتريوم رافع ياسين هاي المحاضره انزلها بعدين خوش هاي ماشي انا راح انزلها ورا شو اسمه خوش الليفت اتريوم الليفت اتريوم هسه نعبر عن الليفت اتريوم ما هسه راح نعبر عن الليفت اتريوم انا شو وقت تعليقات عفوا دكتورة مريم وشين راح اشوف كل ما جاي يقلون يلا هو اللي انا قايل لكم البدايات مثل النهايات يعني بدينا 32 هسه بدينا ضلينا 13 ياسين كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة كمل احنا موجودين صدق الله العظيم الليفت اتريوم اتس فورمد اوف الليفت اتريوم شو راح يكون لكم الليفت اتريوم يقول مو سوي الليفت بوردر ليفت بوليمونري بوردر لا البيس ترى مو البيس ايه البيس عفوا دكتور البيس يكون البوستيريور بارت اللي هو البوستيريور سيرفيس البيس اوف ذا هارت هذا الليفت اتريوم اتس فورم اوف ذا بيس اوف ذا هارت عندك الانتيريور اوف ذا ليفت اتريوم واحنا هيك انا جاي اراجع وياكم لا جاي مثلا اطالبكم حضور او شيء احنا جاي نراجع وبين راح نطلعهم ومتونسين وما عندنا اشكال اكو احد مال او جزء او هذا قولوا لي اذا واحد مال ممكن نسوي فقره مع النكات المهم الانتيريور اوف ذا ليفت اتريوم عندك الراس بارت ايضا بي راس بارت وايضا بي شنو سموث بارت ما بقى لنا احنا شيء ترى بال شوفوا يعني ما بقى شيء احنا بس دم بسيطات ياسين نكمل ورا الصلاة لو يمت اذا خلصنا ها اقول لك نكمل ورا الصلاة لو يمت والله كيفكم تردون بالثنتين نكمل كيفكم هسه بعدين ان شاء الله من نكمل عندك ال anterior of the left atrium الراس بارت سموث بارت الراس بارت مكون ايضا من البكتيريات بصل are present only in the left atrium يعني البكتيريات بصل بالراس بارت of the left atrium تمام موجوده فقط بمن بالاذن of the left atrium اللي هو left atrium تمام اللي هو left auricle يعني ما موجود وين ما موجود بكل left atrium مثل right atrium تمام فالبكتيريا المصر موجودة فقط بالleft auricle أما smooth part
فهو يكون it all of the anterior aspect of the left atrium except the auricle. يعني السموث بارت طاغي على من على الليفت اتريوم كله، على الليفت اتريوم طاغي تمام، ما عدا الاوركل بها شنو رف بارت. اتس ذا ريسيف ذا فور بلمونري فين اول ار شنو فالف، يعني يستلم الاربع بلمونري فين اللي يجيبن الدم المؤكسج الاوكسجينيتد بلاد منين من نولان تمام، ويحتوي عليه من عليه بارت. There is a mitral orifice, تمام؟ Left atrioventricular orifice. إلى شنو mitral orifice؟ يعني فتحة ميترالية اللي بيها الصمام الميترالي اللي هو الميترال wall. تمام؟ The septal wall show impression corresponding to the fossa ovalis of the شنو of the right شنو atrium. هنا كملنا الرث بارت والسموث شنو بارت، ما عندنا الشالبي. هنا الرايت فينتريكل والليفت فينتريكل كملنا منين من الاتريوم نجي المن للرايت والليفت فينتريكل. بس اسمحوا لي دقيقة. ما شباب سمعوني؟ ايه سمعك ياسين. رايت فينتريكل، رايت فينتريكل شو يكون يا سيرفس؟ انتيريور تمام عاشت ايدك. رايت فينتريكل اللي هو الانتيريال القد يكون ثلثين، والليفت فينتريكل يكون ثلث واحد، واضح؟ فعنده بي رث بارت ايضا وبي شنو؟ وبي سموث بارت. الرث بارت از ذا فولوينج شنو؟ ان فولوينج بارت ات شو ماسكيولار ريدج تمام؟ giving the sponge shape اللي هو trabecular carny which may be. هنا اللي trabecular carny trabecular carny اللي هو عبارة عن عضلات اللفت شنو
فينتريكل. الليفت فينتريكل هي عباره عن فيكسد ريج بيراميدال وذا اتاتشد بيست اون ذا فري ابيكس فابيليشن ماسل. هذا اللي شنو شوفوا هاي الرسمه هنا، هاي الرسمه انت عندك ليفت فينتريكل ورايت فينتريكل، هذا الانبعاث الصغير اللي هو هذا شوفوه اللي هذا عندك الانت، هذا السيبتوم اللي هو الانتر فينتريكولار سيبتوم. هذني التريك ترابيكولار كارني، ترابيكولار كارني ذن المصل موجودات بهالشكل عباره عن بيراميدال، عباره عن بيراميدال ان شيب وعباره عن فيكسد ريج يعني مثبته يعني ثابته تمام، حواف ثابته وبيراميدال وذ اتاتش بيس يعني متصله وين بالبيز اوف ذا هارت و فري منين من الايبكس يعني قاعدتها متصله بمن بالبيز اوف ذا هارت و الايبكس مالتها فري تمام. الايبكس مالتها ايش بيها فري اللي هو البابيلاري مصل، اللي هو البابيلاري مصل. هذني هاي الترافيكولار كارني تمسك بمن بالبابيلاري مصل اوف ذا فالف، البابيلاري مصل اوف ذا فالف. ذير ار 3 وان اوف ايتش كاسب اوف شنو هو ترايكاسب فالف. هذني عباره عن ثلاثه يمسكن بمن، يمسكن بالفالف اللي هو البابيلاري مصل، اطلق عليه البابيلاري مصل يمسكن شنو هو الفالف تمام. كل كاسب من الفالف من الترايكاسبيد فالف مثلا ترايكاسبيد فالف اكمش بي، اكمش شنو بي اللي هو اصلا احنا تراي بابيلاري شنو مصل واضح. ذير ار 3 وان اوف ايتش كاسب اوف ترايكاسبيد شنو فالف يعني كل كاسب اللي هو كل غرفه، كل غرفه من الفالف تمام الها بابيلاري مصل خاصه بيها تمام، اللي لها بابيلاري مصل خاص بها. Attach from from both end and free in between. One of them is شنو؟ سيبتو مارجنال شنو؟ باند. هاي المعلومة السيبتو مارجنال باند أعتقد ناسيها يعني. Attach from both end and free in between. One of them is سيبتو مارجنال باند. أعتقد ناسيها هاي المعلومة. فراح أتأكد تكون من عندها. وعجيب تمام، بس اريدكم تعرفون انه هذا عندك تروبيكولار كارني بالراس بارت تمام، عباره عن ماسكولار ريج كبيره ثابته من البيز من القاعده مالتها ثبتيها. اما الايبكس شبيها فهي فري تمام، فهي فري تنطي بابيلاري مصل، كل بابيلاري مصل وحده لكاسب منين من الفالف. مثلا عندك ترايكاسبيد فالف بي شنو ثلاثه كاسب تمام، ثلاثه كاسب كل كاسب من عده، كل ظرفه من عده الى بابيلاري مصل تكمش بي تمام، الى بابيلاري مصل تكمش بي كوردسنجي واضح. بس حسين بس البابيلاري مصل وين صايره؟ هاي البابيلاري مصل شوفوها، هاي البابيلاري ماسل شوفها اللي هي الماسكولار بارت منين من التروبيكولار كارني، هاي شوفوها. وهنا الكوردة تنديني، الكوردة تنديني هاي عبارة عن التندون نازل منين او عبارة عن اشياء من الفالف. شلون التندون لازم بيمن بالبابيلاري ماسل تمام، فالبابيلاري ماسل لازم بيمن بالكوردة تنديني of the valve واضح، اللي هو جر الفالف السدة والفتحة تمام بشكل ميكانيكال. هنا الراس بارت عفوا السموث بارت is the outflow of the bar leading to the pulmonary orifice which is guarded by pulmonary valve. انت هنا it's a smooth part of conical in shape so it's called infundibular or conus arteriosus. هاي المنطقة اللي هي السموث بارت، السموث بارت اللي يطلع عليه من على البلمونري فالف، اللي يطلع عليه من على البلمونري فالف اللي اسمها كونس ارتريوزس تمام، اسمها كونس ارتريوزس عبارة عن سموث شنو بارت.
فهذا الاسمول leading to pulmonary orifice guarded by pulmonary valve اسميه infundibulum او conus شنو arteriosus تمام؟ عبارة عن conical in shape يعني شلون conical هيك ما ادري شنو conical شنو الشيب مالته conicus يعني مبعد شنو المهم فهذا الرايت فنتركل والرايت فنتركل والسموث والراس بارت مالته عندك هنا الانتيريور من الفاتح المايك مالته شلون الطيميوت؟ اي عفي عفي احسن ما ادري يمكن بالمايك وين عنده خلص اي فالليفت فنتركل اتس فورمد اوف الليفت فنتركل شي كون عندك هني من يجاوبني الابيكس الابيكس تمام فالانتيرير اوف ذا ليفت فنتركل الراث بارت وشنو السموث بارت الراث بارت مالته از ذا انفلوينج بارت عندك ايضا بيها شنو ترابيكولار كارني ار مور شنو برانشينج اند فاينر دان اوف ذا رايت فنتركل يعني هاي الترابيكولار كارني متفرعة تمام متفرعة بشكل أوسع منين من الترابيكولار كارني قاش of the right part of the right ventricle بالليفت ventricle الترابيكولار كارني أكثر تفرعة منين من right ventricle إلها فقط on to papillary muscle تمام لأن الميترال فال الميترال فال تمام عبارة عن two cusp تمام تو كاس فبالتالي تو بابيلاري مصل من يعرف شنو معنى مايترال هذا فقرة المعلومات العامة واحد شوية يطلع من الجو شنو من يعرف المايترال شنو من جاي ها ما سمعت صمام غير صمام هو صمام بس المايترال يعني تاج يكون ثنائي يشبه القبعة مال بابا الفاتيكان اها فدول البابا الفاتيكان كانوا يلبسون هاي القبعة عاشتيدش فيسموها المايترال فيسموها مايترال بابا فشوف التسمية كلها تسمية غريبة مو غريبة وإنما ما أدري شلون يصفنون دول جماعة يمكن هذا اللي سماه كان قص مسيحي زين ما سموه على اسم العمامة زين ماكو عالم شيعي هاي لو اكو عالم شيعي كان سوانا كارثة سموه صمام السيد كان سموه ياسين كمل ياسين صم اقول لك كان سماه صمام الحنان اوقف طلع هسه اشياء سياسية المهم وانا اطلع من الموضوع السموث بارت زين هاي سوان سيد it is the aortic lung part it's called aortic vestibule leading to the aortic arteries عندك السموث بارت هو يطلع المن من الاورتيك ارتيفيس يعني يطلع المن من الاورتا اسميها الاورتيك فيستيبيول تمام يؤدي المن الى اورتيك ارتيفيس والاورتيك شنو فال الليفت هنا ها ذا وول اوف ذا ليفت فنتريكل از ها هنا اكو معلومه انه الوول اوف ذا ليفت فنتريكل اكثر سمكا من الرايت فنتريكل بثلاث اضعاف تمام اكثر سمكا من الرايت فنتريكل وهذا شيء طبيعي لان هو اللي يسوي بوشينج كونتراكشن تمام فبالتالي يحتاج الى قوة. هنا الـ valve of the heart. عندك الـ atrioventricular valve
اللي هو ما بين الاتريوم والفنتريكل تمام. Each is guarded by cusp attached to papillary muscle by cord tendine. يعني هذني يتصلن بالبابيلاري مصل اللي أخذناهن تمام بواسطة الكورد تنديني اللي هو الخيوط مالت من مال الفالف. هذني يفصلن ما بين الأتريال وما بين منه الفنتركل. عندنا الرايت اللي هو الرايت سايد اللي هو تراي كاسب الفالف إلى شنو ثلاثة كاسب من اسمه and lie between the right atrium and right ventricle. ما بين الرايت اتريوم والرايت فنتركل كلكم عارفين هذا الشيء. اللفت البايكاسبيد اور شنو ميترال فالف هاز تو كاسب اند لاي شنو بتوين ذا ليفت اتريوم اند شنو ليفت فنتركل. واضح ليفت اتريوم وليفت فنتركل تمام. عندك هنا اتريوم فنتركلر اورتيفيس اند فالف. عندك ترايكاسبيد فالف اريدكم تعرفون عن هاي المعلومات هو لارج تمام. عدم التب of 3 إلى 4 finger containing right atrium right ventricle. هو عبارة عن triangular in shape تمام. Surrounded by fibrous ring is guarded by tricuspid valve. The valve has three cusps anterior, posterior, inferior تمام و septa. فأريدكم تعرفون عن هاي المعلومات. The apex of each cusp is directed toward the ventricle while the base is attached to the fibrous ring of the orifice. يعني شيء بديهي. The atrial surface of each cusp تمام is smooth while its ventricle surface is شنو عرف for cord tendine ومساحة شينا. عندك الميترال اورتيفيس ات سمولر ذان ترايكاسبيد ات نيرلي سيركلر كونكتنج ليفت اتريوم تو ليفت فنتريكل تمام. از جواردد باي ميترال فالف سراوندد باي فايبرس رينج. ميترال فالف هاز تو كاسب الى تو كاسب الانتيريور بوستيريور اند تو اند اتس كاسب هاف ذا سيم ستراكشر لايك ترايكاسبيد فالف كاسب تمام. هنا عندك السيمي اليونر فالف. السيمي اليونر فالف اللي هو صمامات الأورتا وصمامات البلمونري. Each is formed of three semi lunar cusp that guarded by beginning of the big artery aorta and شنو بلمونري. يعني الأورتك و شنو البلمونري. Each semi lunar cusp has attached margin convex and attached to the root of the blood vessel three margin. هذا حكي فارغ ما يجي. كملنا. ها السيرفيس اناتومي اند اسكولتيشن اوف ذا فالف هارت هذني راح ناخذهن بالاصوات تمام. الاصوات اوف ذا هارت ساوند الاسكولتيشن راح اشرح الوقت هسه مو موضوعنا. عندك الانتر فنتريكولار سيستم وماسكولار بارت هذا اللي ما بين الفنتريكل بي ماسكولار بارت وبي ممبرينوس بارت. كملنا احنا. الماسكولار بارت is lower part of the septum. It's thick and formed of muscle fiber. الممبرينوس بارت it is the upper small oval fibrous part تمام. إلى two portion anterior separating يعني كلام ما له قيمة وما يجي. Anterior and posterior border of the septum corresponding to the anterior and inferior interventricular group respectively is directed and bulging to the right marking. يعني ما له قيمة علمية تمام. فبالتالي اللي هنا انا خلصنا ان شاء الله نراجع على محاضرتنا مال ال مال ال مال الكلية تمام. وهاي المحاضرة راح ادرسها بال الجروب. اكو احد عنده سؤال ما فاهم شيء؟ لا ها هي عشتي لك ياسين بس بقى يعني نحفظ وهاي ان شاء الله. بس بس احنا حفظنا وعدنا شيء اي بس يعني ما بس تراجعون هيك مراجعة سريعة. بعد احد عنده شيء اضافة في شيء شباب ياسين الـ يوركل ها
هاي الإذان مال الأتريا. اي شنو الشغلة؟ جزء من هذا جزء يعني من الشامبر، يعني مو وظيفة أو معينة، يعني شلون الإذان طالع من الأتريوم؟ أها مجرد ينملي دم. أهلا دكتور. بعد أحد عنده سؤال؟ شو وقت التكملة؟ تردون شو وقت التكملة؟ بالثنتين بثلاثة؟ لا لا وايد ثلاثة، يعني أشوف هذي الثنتين أو واحدة ونص نتجمع، يعني مو مشكلة بالثنتين. يلا كم انتم هسه 15، كل واحد يكتب لي الوقت بالثنتين او بثلاثة. يلا نريد النوم بثلاثة. بثلاثة حلو. ثنتين عادي هذا اللي بثلاثة، لانه احنا الحمراء ما ماخذين الاناتومي فريد نقرا اذا مفردتنا. ماشي ماشي دلل ماشي بثلاثة. بقيت راجع ممكن العناوين، ان شاء الله راح نرجع على المحاضرة واقول لكم شنو العناوين. ثنتين ونص مشتبه بالوسط، تمام على ثلاثة إن شاء الله على ثلاثة. ويا ريت يعني تبلغون أصدقائكم أو شيء. إحنا راح نبدأ موضوع منفصل تماما اللي هو الـ Embryology of the Heart. أعتقد أكو من عندكم يعانون من عده إن شاء الله. جدا راح نرد جدا 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 إن شاء الله. راح يعني نضبط سوية وراح يترسخ الدوام. أنا ناشر على قناة اليوتيوب، إذا واحد أعرف بس اسمها شنو، اسم مال شنو مال القناة، اسمها ابن أرنب ميديسن، دزول الرابط يا مهدي. سوي لايك. أي الأمبريو، من شاف الأمبريو؟ من شاف الأمبريو؟ اسمها ابن أرنب ميديسن. اهلا دكتوره غديره، شكرا جزيلا لكم. عفوا ما حد شافها، والله انتم الخسرانين. واحد يفيدكم لين ما لقينا. ها تردون تشوفوا يعني 31 31 دقيقه او طب وسوي لايك وترى ما لكم تشوفوا. والله يا سيميت على اللايك. انا بس ادي مال الاناتومي وصلت، يعني وصلت شغله التثمين. لا شلون 420؟ اريد فلوس انا. اي ما بقى شيء، ما بقى شيء. اريد فلوس. نعم انت تستطيع جدا. وحش ها؟ ايه خلصنا الشفاء. يلا براحتكم، اللي يريدوا انا همين روح نغدى. اقول لك هسه بثلاثة مو؟ شكرا طيب. اي ساعة بثلاثة؟ ننزلهم المحاضرة خلي يقروها. تمام. ماذا نتم؟ ساعة حتى بثلاثة؟ ساعة بثلاثة. اريد قولوا ياي. اريد برنامج مال يقص بي دي اف ما حد عنده؟ والله ما عندي ملف واقص من عنده بي دي اف. منو يعرف؟ ياسين. هذا منو هذا؟ منتظر. السلام عليكم، شلونك انت؟ وعليكم السلام حبيبي. منتظر. اي منتظر. اقول لك جامعة اتصال لك ساعة جيت هسه وني جيت ولك يوم فاقديك. قول حبيبي. هو النتبلتي بنفسه تقدر تسوي بيه قص للبي دي اف، بس ما اقدر احدد بيه. تقدر تحدد. شوف والله تعال سوى راح اسوي دزني المحاضرة. دز المحاضرة وش تريد انا اسوي لك اياها؟ لا لا اوكي هسه مثلا هاي المحاضرة منين ادخل؟ انا هاي؟ لا على هاي. انا هاي هسه هاي اد بيج، بس بيج وين؟ مثلا كوب بيج يصير مثلا اقص بالصفحه صفحه.
اقول لك يعني انت اقف اقف راح ادز لك موقع، راح ادز لك موقع انت تسوي اونلاين تسوي. لا لا اريد برنامج، انا من عنده برنامج؟ برنامج لازم بفلوس، عندك فلوس؟ لا شنو السالفه يا معود؟ يعني ما حد يقص بي دي اف مثلا الملف عندك وانت تقص بي دي اف؟ برنامج عندي جود نوت اذا تريد، بس ما بفلوس هذا، ماكو مجاني، ماكو البي دي اف مجاني، ماكو تقص بكيف يا ابا كل شيء قل ياسين، بس فلوس لا تقل، لا تشاقي هيش رحمة الوالدة عمي شنو على اساس خرب الميتنج؟ روح روح كانه هات لي تطبع ودوس حفظ كبير او حد وين اطبع؟ لا مو الغي، اريد مثلا عندي ملف، عندي ملف 50 50 صفحه خوش، اريد اقطع من عده 25 صفحه، سوي الملف واحد. ياسين ها يا بدز لي ملف انا اسوي كياش بيه دزه وانه قلت الدزه مو هذا، شو اسمه هذا البرنامج؟ شوف شوف مو هذا البرنامج قد نوت 28 دولار اذا عندك اشتري سوي براحتك. يعني ماكو موقع اقص منه؟ راح ادز لك موقع وتسوي. لكن اليوم شفت موقع بالصدفه بس ما هسه دزك اياه دقائق. يلا شباب شكرا جزيلا لكم، اذا واحد محتاج شيء راسلني. يعني شنو سكرين؟ معناتها زوج هو في الملف سكرين؟ لا هو انا عندي ملف واريد اقص منه، هيك شيء قصدي. يلا شباب شكرا جزيلا لكم. باي باي، ثانك يو. السلام عليكم شباب، ان شاء الله كملنا لعبتهم هسه، كملنا لعبتهم كله تمام، وبقي راح نبدي الساعة تقريبا 3 بالإمبريولوجي والأمراض مال الإمبريولوجي خوش، وبعدها الفسيولوجي إن شاء الله نكمل على بركة الله. السلام عليكم شباب، إن شاء الله كملنا لعبتهم هسه، كملنا لعبتهم كلها تمام، وبقي راح نبدي الساعة تقريبا 3 بالإمبريولوجي و